ترجع تاني ليه؟ الحوجات بييجوا ياخدوا مناعه من عندنا. انت بتقول له ايه؟ وبعدين مياه الصرف استحلالي. مش جاي للشعب المصري؟ ورايح للشعب المصري. نيجي بقى للاخوه اللي بيتكلموا على التلوثات اللي بتحصل في اقسام البوليس. انا هقول لكم على حاجه حصلت معايا شخصيا. احد العمال اللي عندي قفشوه النبي. ودوه قسم. بعد يومين ثلاثه قلت له عصابه الولد. رحت له القسم.